السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معكم بريوش بالخضار للأطفال وإن شاء الله يعجب. نشوفوا مقادير البريوش. عندنا 400 غرام دقيق أبيض ويكون منخول، عندي بيضتين، ملعقة أكل سكر، ملعقة أكل خميرة فورية متاع خبز، الملح حسب الذوق، نعملت ملعقة صغيرة. عندي 220 مليلتر حليب دافي، يبدا دافي، بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا قيمه مغرفتين نتاع اكل، يعني بتبدو مرحله العجن. تو بسم الله الرحمن الرحيم، نعجنوا تو لين تحصلوا على عجينه تبدا يبسه شوي. عجنتها مليح مده 5 دقائق، ما خليتهاش تتلصق، يعني ما تلصقش، عجنتها بلي بس شوي. قصوا على 4 وهي مازالت غير كي معجون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نقصها بالتساوي، نشدوا كل خبازة كيف هكا، نحاول ندوروها ونجيبوا صحن ونحطوها في الصحن ونزيدوا الأخرى ونزيدوا نحطوها في صحن أخر ونزيدوا الأخرى ونحطوها في صحن أخر. في صحن اخر حطينا كل قطعه من العجينه في صحن وحدها كما شفتوا، نغلفوها تو بالبلاستيك الغذائي وخلوها مده ساعه ترتاح. غطيت العجينه بالبلاستيك الغذائي، تو نغطيها بمنديله نخلوها تو ساعه فوق الكونتوار، وبعد نرجعوا نكملوا المرحله الثانيه ان شاء الله. العجينه متاعنا طلعت هاكم تشوفوا فيها، يعني خميرتها باهيه طلعت. بالنسبه للخضار اللي اخترتها باش نحضرها معكم لوليداتكم، عندنا السبانخ هاكم تشوفوا فيها فريشكه، هذه من غير ما نطيبوها السبانخ نخلوها خضراء عاديه فريشكه ونرحوها وهي خضراء كيف هك. وبالتيجان متاعها ما نحوش التيجان، نقصه من هنا ونغسله مليح ونحطوها صايمه في الماكينه الرحي. هاي كيفاش كي تترحى السبانخ كيفاش تولي، هذه السبانخ مرحي باش ناخذوا منها اللون الاخضر للبريوش. قضايا الشمندر خليته يتسلق ساعه، بعد لا تسلق نحيت له القشره الفوقانيه ورحيت حبتين منه وحطيتهم في ماكينه الرحي وعملت فيهم مغرفتين ماء. هاو علاش تحصلنا هذايا مستخلص الشمندر ولا مستخلص البيتراف باش ناخذوا منه اللون الاحمر للبريوش. حطيت في كسرونة شوية ماء وسلقت القرع والجزر 15 دقيقة، وبعدك شرحيتهم تحصلت على اللون البرتقالي كيف هك. توا ولا عنا اللون البرتقالي والأخضر واللون الأحمر متاع البيتراف اللي هو الشمندر. نتعدى توا لمرحلة التحضير. توا كل خبيزة صغيرة نعملوا فيها لون، هذه مش باش نعملوا فيها حتى لون، باش نخلوها لون العجينة العادية، يعني لون الدقيق الأبيض. وبالنسبة لهذوما 3 ألوان، كل واحدة نحطو لها في الوسط، نحطو نقبة في الوسط كيف هكا، ونحطو ملعقة أكل من لون الخضار، وبعداك شتو نخلطهم مليح، يعني نعجنهم لين تولي تاخذ اللون متاع الخضرة. هذه ثانية كيف كيف، هذه نعملو لها لون السبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه نعملو لها نقبة كيف هكا ونعملو لها لون الجزر. عندي اكسترا فاني نحط في كل صحن شوي، هي ملعقة نقسمها بين 3. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط شوي لهنا وشوية لهنا وشوية لهنا باش الصغار ما يفروش بك الريحة متاع الخضرة. خلطت الالوان الكل هاكم تشوفوا عجنتها مليح، راهي تعب شوي، يلزمكم توسعوا بالكم وتخلطوا الالوان متاع الخضرة في العجينه مليح مليح، يعني توسعوا بالكم خاطر التعب شوي، وماذا بكم من عندها ماكينه تعمل بالماكينه احسن واسهل. نشدوا العجينه لونها ابيض نبدو بها، نحلوها على شكل مستطيل تو. بسم الله الرحمن الرحيم، نديروا فوقها شوي فرينه، بسطوها بيدينا شوي باش تسهل وتاخذ الفصاله، وبعدك يعني نحلوها بالحلال. حليت العجينه الاولى اللي لونها ابيض، تو نحولوها
عندي طبق بجانبي تو نحولها فوق الطبق هذا. نحطها جانبا تو، نبدا اللون الاحمر تو، نحط فيه شوي فرينة ونحلو بداية شوي، نحلوهم نفس الكبر. حليت اللون الاحمر تو نحطه فوق اللون الابيض. نبدا اللون الاخضر تو، كملت الالوان الكل، عملتهم طبقات هذايا البرتقالي والاخضر والاحمر والابيض. ديما الابيض نحطوه من فوق باش ما يتحرقلناش في الطياب. جبت المول باش ندخله للفرن، دهنته دهنه باهيه بالزبده. توا نبدو نبرمو البريوش نتاعنا، نبدو من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. برمنا البريوش، نجيبو توا المول باش نحطوه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيبو البريوش ونحطوه بالشوي. حطينا توا البريوش في المول، توا نغطوه قدر ساعة لين يزيد يطلع الخميرة متاعو، وبعدكش نطيبوه. البريوش متاعنا رجعت الخميرة متاعو طلعت، شوفوا معايا توا الخميرة طالعة 100%. جبت أصفر بيض وجبت البانسو، نحركوه شوي كيف هكا. بسم الله الرحمن الرحيم. وندهن وجه البريوش وكله بالأصفر البيض. عندي موس نتاع خبز تبدا ماضية، بسم الله الرحمن الرحيم، نعملو فيها جريحات كيف هكا. جبت شوي جلجلان وشوية سينوج، نذر فوق البريوش شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تو البريوش عملت له شوي حبه البركه والجرجلين، تو ما بقالي كان نهزه للفرن على درجه حراره 180، نخلوه 15 دقيقه ونثبته فيه، والفرن يكون شاعل يعني يكون سخون قبل بخمسة دقائق. نهزه تو البريوش نتاعنا للفرن. هذا الوجه النهائي للبريوش، بريوش الخضرة، صحي مفيد جدا للصغار اللي ما تحبش الخضرة. اعطيتكم فكرة صغيرة باش تنجموا تدخلوا الخضرة في البريوش وتنجموا تعملوه حتى في الخبز. ان شاء الله تعجبكم فكرة اليوم ويعجبكم خبز الصغار اليوم. الى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.